سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. هذا القفطان ديال جوهرة البيج كما كتشوفوه، انا ساريتو، هانتوما الدرجه بحال هكذا. صافي هكذا كما كتشوفوا، هكذا جا الشكل ديالو، وصوبت له حتى الظهر. هذا هو الظهر، هكذا درت له هضر شمه هكذا كما كتشوفوا. صافي بالنسبة على الكمام، ما غاديش تصوب في الكمام بحال كرشمة، غادي تصوب هذوك الحقيق اللي كيجي هابط من هنايا، ولكن خصو ضروري يكون مخيط، يكون دايز له القيطان من هنايا، عاد ديك الساعات نخدمهم، لان لا كنت خدمهم وداز عليهم الماكينه، تخدم بالماكينه غادي يتهرسوا، اولا غادي تهرس الابره، فهمتي الابره ديال الماكينه اللي كتخدم الماكينه. فهم الاحسن انه حتى يتخيط عاد غادي نصوب ليه الكمام. صافي كما كتشوفوا، هذا هو القدامي ديال الصدر، وهذا هو الظهر. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموني بلايك وشير القناه وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. سلامه.